السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. شيع اليوم الزميل الشهيد زاهر الشرقاط إلى مثواه الأخير في مدينة غازيانتاب التركية بحضور زملائه وعدد كبير من الناشطين ومحبي الشرقاط، وذلك بعد يوم من استشهاده متأثرا بطلق ناري أصيب به قبل 3 أيام في عملية اغتيال تبناها تنظيم الدولة. لا الفاتحة. حسين صلى على النبي محمد. مهما حصل عدونا الذي اجتمع من مشارق الأرض إلى مغاربها، ملحدهم ومشركهم وصليبيهم وصهيونيهم وخارجيهم، بزي ظاهره الإسلام أم ظاهره الكفر، كلهم اجتمعوا على أن يكفئوا كلمة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، أن يقسمه شر قسمه، آمين، وأن لا يبقي لهم أثرا، آمين، وأن يجعل للمسلمين القوة عليهم، آمين، وأن يوحد صفوفنا، آمين، بإذنه وإرادته سبحانه وتعالى. وللحديث أكثر معنا عبر الهاتف الشيخ عمار طاووز، أحد المقربين من الزميل زاهر شرقاط. أهلا بك يا شيخ عمار. رحل الزميل زاهر وترك في نفوس محبيه حزنا كبيرا، ما تعليقك وقد وريتم ثرى الشهيد الزاهر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله جميعا بالخيرات والبركات والنصر القريب العاجل بإذن الله. الحقيقة رحل الشيخ زاهر وترك في قلوبنا الشيء الكثير، ترك في قلوبنا آثارا مهمة وترك ذكريات لا تنسى. الشيخ زاهر شرقاط رحيله أثر فينا جميعا، اجتمع اليوم في تشييعه عدد كبير من الناشطين والقيادات في المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات السياسية والعسكرية، كلهم يرمقون إليه وينظرون إليه نظرة إكبار وإجلال. إنه الشيخ زاهر شرقاط الذي عرفناه ووجدنا آثاره. يذكرني رحيله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، إن الله لا يقبض العلم من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رحيل الشيخ زاهر هو ثغرة
فتحت من ثغور الإسلام لا يسدها إلا عالم آخر. نعم، إنه الشيخ زاهر الذي تعلم القرآن الكريم وحفظه وأخذه بالتلقي بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بتعليمه وعمل بالقرآن الكريم وعلمه في الثانوية الشرعية، ثانوية أبي عبيد بن الجراح، ونشر القرآن الكريم بالمنهج الشامي الوسطي المعروف في بلادنا، أحبه طلابه وأحبه زملاؤه، وتخلق بأخلاق القرآن الكريم وكذلك بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ أيضا الصحاح، الكتب الصحاح في المرحلة الجامعية في دمشق وعلمها للناس. لقد ترك آثارا كبيرة، وترك أثرا طيبا مباركا في نفوس كل من عرفه، إلى أن جاء وقت الثورة المباركة، الثورة الشامية، فصدع أيضا بالحق وبدأ بتشكيل تنسيقية الباب، وشارك في أول مظاهرة كادت أن تخرج في حلب في 1/4/2011، يعني قبل أكثر من 5 سنوات، ولكن سلمه الله عز وجل، اعتقل بعض زملائه وسلمه الله. وكذلك خرج في أول مظاهرة في مدينة الباب يصدع فيها بالحق، كاشفا عن وجه الظلم وغير متلثما لشيء، وهكذا إلى أن جاء وقت الاستحقاق العسكري ليدفع هذا العدو الصائل الأسدي عن عرضه وبلده وإخوانه، فحمل السلاح، فكانت أول كتيبة تشكل في مدينة الباب كتيبة أبو بكر الصديق، يقودها الشيخ زاهر شرقاق. وكذلك عندما بدأ الفكر المتطرف المنحرف المرجف ينتشر في بلاد الشام وفي حلب، فأيضا صدع له بالحق من خلال منبره الإعلامي ومن خلال منبره الخطابي، منبر الجمعة، خطيب الجمعة، يذكر الناس ويوعيهم، ثم تصدى عبر قناة حلب اليوم وأخرج أكثر من برنامج يعده ويقدمه ويحضره ويستضيف فيه كبار العلماء أصحاب الفكر العلمي المنضبط الفقهي. وهكذا لقد تركت آثارا كبيرة يا شيخ زاهر رحمك الله، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا زاهر لمحزونون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عوضنا الله وعوض الأمة الإسلامية خيرا، وهيأ للأمة من ينهض بحالها كما نهض فيها الشيخ زاهر وأمثالهم. شكرا جزيلا لك الشيخ عمار طاووز، أحد المقربين من الزميل الشهيد زاهر شرقاط، على هذه المداخلة وهذه الكلمات الطيبة. شكرا لكم جميعا.